السلام عليكم، أنا منجي غانم. اليوم بدي أحكي عن برنامج مندلي، برنامج إدارة المراجع المشهور. بدي أحكي بالبداية كيف بدنا ننزل البرنامج. كيف ننزل البرنامج؟ في البداية بندخل على موقع مندلي.com، تطلع لنا هاي الشاشة، تيجوا بتضغطوا على داونلود، فبتظهر لكم الشاشة اللي بتقدروا تنزلوا من خلالها. تضغطوا على داونلود فور ديسكتوب. طبعا في له ابلكيشن تقدروا تنزلوه على الجوال سواء اندرويد او ايفون. طيب نزلنا البرنامج، بعدها شو بصير؟ بيجي بيفتح عندك البرنامج هيك. طبعا هاي الشاشة ما بتظهرش عندكم، اللي بيظهر عندكم انه حط الايميل والباسورد، لانك انت بالاصل لازم تكون مسجل في موقع مندلي اللي على الانترنت. هون على موقع مندلي لازم انت تكون عامل كرييت اكاونت، تيجي بتدخل ايميلك وبتحط باسورد وبتعمل اكاونت عندهم في مندلي. طيب نزلنا وحطينا الباسورد، بيفتح معنا مندلي، هيك بيطلع الشكل. الان اذا انت بتستخدم مندلي لاول مره، هاي المنطقه راح تكون فاضيه عندك، ما فيش فيها اشي. انا هاي المراجع اللي حاططها عندي واللي مدخلها على برنامج مندلي. خلينا نتعرف على واجهه البرنامج. البرنامج من فوق في القوائم زي اي برنامج في الدنيا. على اليسار في عندنا قائمة اللايبراري اللي هي المكتبة. هنا في عندي all documents، كل الملفات أو المستندات اللي عندي. وهون في عندي مثل ما انتو شايفين folders. هاي الفولدرز كل فولدر لبحث انت عملته بتحط مراجعه على جنب. هاي أمور ترتيبية، يعني مثلا هون تكنو ستريس، هاي المراجع اللي انا استخدمتها للتكنو ستريس، عشان انت لما بدك ترجع لهاي المراجع مش تصير تدور عليها، لا بتروح تلقاها بفولدر مرتبة. طيب تحتيها هون في اشي اسمه جروبس. هاي الجروبس مثلا هاي جوجل كلاس روم، هذا بحث كنت اشتغل عليه انا ومجموعة، فبتقدر تعمل جروب وتضيف على هاي الجروب مجموعة، وتصيروا كلياتكم تضيفوا على نفس هاي الجروب المراجع وتعملوا كومنتس. ولو تروح على موقع الانترنت تلقى هاي الجروب نفسها. طبعا هاي بدي اعمل ساين ان، هاي اعمل ساين ان. هون لو تيجي على جروبس مثلا، هاي هون تضغط عليها تلقى انه في عندك تو جروبس. هاي الجروب تبعت جوجل كلاس روم. شوف هون الجروبس اللي عندك، هاي هون ريمايند مي ليتر. تقدر تعمل انفايت ممبرز، بتقدر تضيف ناس اخرين على هاي الجروب يتعاونوا معك على ادارة هاي المراجع. هون بتقدر تروح على الممبرز، وهون بتقدر تروح الدوكيومنتس، شو الدوكيومنتس اللي انت رفعتها، وكل دوكيومنت بتقدر انك انت تعمل عليه تعليق، تعمل له داونلود اذا في بي دي اف الى اخره. طيب هاي اذا مبدأ الجروبس اللي عندنا هون. هاي المنطقة اللي هون بتعمل فلترينج للداتا اللي عندي. شوفوا هاي عشان هون مثلا تكنو ستريس، بتعمل لي فلتر للمراجع اللي تظهر. يعني مثلا المرجع اللي لأنور بضغط عليه، هيو هاي كل المراجع المستخدمة لأنوار أو أنور. مثلا في عندي هون مؤلف اسمه ترفدار، في له أكثر من مؤلفة. هاي هون ترفدار، إذا ضغطت عليه شوفوا أطلع لي ثلاث أبحاث لهذا المؤلف. إذا هون أنت بتعمل فلترينج باي أوثر، بتقدر تعمل فلترينج باي أشياء أخرى، مش هسا يعني الحكي عنها، أو إنه مش في موضوعنا نحكي عنها. لما بدك ترجع الوضع تضغط على أول، بعرض لك كل شيء. طيب الشاشة اللي عندي هون مثل ما حكينا بتعرض المراجع اللي موجودة عندي. إذا ضغطت على أي مرجع فيهم هون على اليمين بيطلع لك معلومات عن هذا الملف. الديتيلز هنا اولا هو بحكي لك انه نوعه هذا جورنال ارتكل، بتقدر انك تحط بوك او بوك سيكشن الى اخره من الانواع اللي موجوده عندنا. هذا العنوان اذا في اي خلل حاسس انت بتقدر تغيره. هاي المؤلفين كيف طريقه الكتابه؟ تكتب الاسم الاخير فاصله بعدين الاسم الاول، تنزل انتر اذا في كمان مؤلف، الاسم الاخير فاصله الاسم الاول انتر الى اخره، بتحط عدد المؤلفين اللي موجود عندك. تحت هون بتنزل الجورنال، الير، الفوليوم، الاشيو الى اخره من التفاصيل اللي موجوده عندك. طيب هون تقدر تحط نوتس، انت الك
عشان تقدر ترجع لها، أو إنه إذا أنت بتجهز لبحث ونزلت مراجع بتحكي إنه أنا مثلا هذا المرجع في صفحة 45 فكرة هامة، هيك اللي أنت تعرف ترجع لهذا البحث، أو لما ترجع وتشوفه تعرف شو قصته هذا البحث، انت ناسي شو هو هذا موضوعه، فبتيجي هون على نوتس بتلقى انك انت كاتب ملاحظ. طيب الان في هون بس معلومة هيك صغيرة، انه هون طريقة عرض المرجع مثل ما انتو شايفين، انه اسم المؤلف، العنوان، السنة، متى ببلشد، ان وين المجلة اللي انتشر فيها. اذا انا بدي طريقة اغير طريقة العرض بروح على هون فيو، بحط على library as citations، يعني خلي لي اللايبراري مثل التوثيق اللي راح يظهر عندي. فشوف كيف هون صار يظهر لك التوثيق وكأنك انت في قائمة المصادر والمراجع، فهذا التوثيق شوف كيف صار، الاسم الاخير فاصلة كذا كذا. طيب هذا التوثيق على اي نظام، على ABA 5 ولا 6 ولا 7 ولا شو؟ تيجي هون على tool، على view عفوا، citation style، نلقى انه على American Psychological Association 6th edition. انا ما بديش 6th edition، انا بدي مثلا IEEE، فباجي بضغط على IEEE، هاي حول لي كل التوثيق ل IEEE. بدي ارجعه ل ABA، باجي هون برجعه ل ABA. الان حاليا طبعا اللي نازل اللي هو 7th edition ABA 7، بضغط على ABS. طيب نرجع لفيو حسب انها تيبل تكون. الان في التولز في عندي هون ملاحظة برضو مهمة، في اشي اسمه install web importer، وفي اشي اسمه install MS Word plugin. هاي شو يعني MS Word plugin؟ شوفوا شو هاي، اذا انا ضغطت عليها طلع لي هاي الشاشة بحكي لي انه تقدر تنزل plugin للword، فبحكي لي انه البلوجن انستولد، انت عندك موجود، انت نازل عندك. انتو اللي مش موجود واللي مش منزلها بحكي له نزل هاي البلوجن، بتضغطوا على اوكي. طيب خلينا نروح على الوورد ونشوف شو معنات هذا. طبعا ملاحظة مهمة، اذا كنتوا فاتحين الوورد لما جيتوا نزلتوا البلوجن بترجعوا بتطفوا الوورد وبتشغلوا مرة ثانية عشان يتعرف على البلوجن. هاي البلوجن طيب وين موجودة؟ موجودة في تاب ريفرنسز، لما تضغطوا عليها بتصير هاي المنطقة تظهر عندكم. طلعوا شو اسمها؟ ميندلي سايت، ميندلي سايت. طيب هاي المنطقة من خلالها بقدر أضيف المراجع اللي بدي إياها للبحث تبعي. يعني مثلا أنا هون كتبت هيك مثلا تكست هير، بدي أجي أوثق هاي المعلومة. شوف بعمل هيك، كيف بدي أضيف المرجع اللي بدي إياه هون؟ أعمل توثيق، بتيجي بتضغط على Insert Citation فبطلع لك مربع بحث. إذا بتعرف أنت اسم البحث أو أي كلمات في العنوان أو اسم المؤلف إلى آخره اكتبها هون، مثلا طرف دار اللي هسه دورنا عليه، هاي كل المؤلفات اللي لطرف دار. آه صح أنا بدي اللي بال2019، هيو هون ببين انه بال2019، هذا البحث في الـ2008، هذا البحث في الـ2007، انا بدي تبع الـ2019، باجي بضغط عليه هون. طيب بدك واحد ثاني معه؟ لا ما بديش. هاي اوكي، شوفوا شو عمل، طرف دار اتقال فاصلي كذا كذا، عمل لي التوثيق. وانتبهوا لما تضغطوا عليه بصير لونه رمادي، هذا معناته انه هذا فيلد حقل لا يجوز التغيير عليه، بصيرش تغير عليه، هذا حقل مقروء اوتوماتيكيا من منطقة ثانية. فأنا باجي هون وبكمل، ها بحط نقطة وبكمل وببلش أكتب بالسطر الجديد، انتر ببلش أكتب بالسطر الجديد. جيت هون بدي أرد أوثق، شو أعمل؟ باجي بضغط على Insert Citation أو اختصارها Alt M، برد نفس الإشي. طب أنا المرجع اللي بدي أحطه مش متذكره، هو موجود عندي في مندلي بس انا مش متذكره، فبتضغط هون على go to مندلي، باجي هون مثلا بدور عليه في التكنو ستريس، وين 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 موجود؟ اه هيو هذا المرجع صح. الان هون انتبهوا، اذا كان في جنب اسم الاوثر اذا في اشاره PDF معناته انه في ملف مرفق معه، يعني لو تضغط هون دبل كليك
بيفتح لك الملف وبتروح بتتأكد وبتقرأ منه، هيو بيفتح لك إياه في تاب جديد. أما إذا ما كان في عندك هون، لو تضغط دبل كليك على الفاضي. طيب خليني أفترض أنا بدي هذا المرجع، كيف بدي أخذه على الوورد؟ تيجي بتضغط على هاي الإشارة اللي هي سايت. سايت شو معناها؟ توثيق. سايتيشن مش سايتيشن معناها توثيق، سايت معناتها يوثق أو وثق. فأنا بحكي له إنه هذا الملف سايت. شو صار؟ جابه هون عندي نفس الطريقة الأولى. طيب إذا هاي كيف أنا أجيب المراجع هاي عندي في المتن. طيب أنا خلصت البحث، هاي النقطة خلص، افرض إنه هذا هو البحث تبعي، وهون بدي الريفرنسز. طيب كيف أضيف المراجع الكاملة هون؟ حط الكيرسر هون، تيجي على insert bibliography، إضافة المراجع. شوفوا كيف ضافها، وحسب الستايل ABA7 اللي هي البداية هون، والسطر الثاني ببعد من هون شوية إلى آخره. ولا تغير إشي في هاي الأسطر اللي بتطلع، بدك تتأكد شو الستايل اللي انت فيه. هيو من هون بترد تتأكد انت في ستايل 7th edition ABA. طيب بعد ما انا خلصت حكوا لي لا احنا ما بدناش الـ ABA، بدنا IEEE. شو اعمل؟ اروح ارجع اعيد كل الشغل؟ لا، باجي هون على IEEE، اوتوماتيكيا حول لي السايتيشن لـ IEEE. بدي ارجع على ABA، هاي ABA 7th edition، هاي رجع لي اياهن لل 7 اديشن. تمام. الان مرات انت هون بتيجي بتحكي، هاي بدي انزل الريفرنسز شوي، تيجي هون بتحكي از طرف دار 2007 سيز. طب هاي كيف بدي اعملها؟ طرف دار بكتبها بايدي ماشي. طيب و2007 هاي بدي اياها توثق، مش هذا نوع من التوثيق؟ طلعوا شو بتعمل. هاي ال2007 بحذفها، بحكي از طرف دار سيز، بس قبلها هون بحط الكيرسر وبروح بجيب المرجع. شو اسمه المرجع؟ طرف دار، غلط، ها طرف دار، وهاي ال2007 صح، هاي ال2007. قبل ما تكبس اوكي هون، تعال هون على طرف دار هاي، اضغط عليها، بيطلع لك هون شوية تفاصيل. بتقدر تحط شو الصفحة اللي أخذت منها، بتقدر تحط شو إذا هو بوك مثلا كتاب، بتقدر إذا هو شابتر، إذا إلى آخره. هون في كبسة مهمة كثير اللي هي سبرس أوثر، يعني اخفي اسم المؤلف. هاي ضغطت عليها، هاتوا تعال نشوف لما اضغط اوكي شو بصير. اللي بصير انه حط لي التوثيق ولكن بدون الاسم فاصل التوثيق، خلالي هاي انا بكتبها بايدي وهاي شو حطها هو. طيب انا بس بدي اتاكد انه هذا طرف دار لحاله بالبحث ولا مع حدا، ما هو اذا مع حدا لازم اكتب از طرف دار اتقال. فشو بعمل؟ باجي بدي أتأكد، بضغط عليها هيك وبروح على Edit Citation وبحط التوثيق كامل هون عشان ما أردش أرجع لمندلي. بحط التوثيق كامل، هو شايفين طرف دار اتقال. إذا باجي بنسخ هاي الكلمة هيك كوبي وبحطها هون، بعدين برجع بعمل Edit Citation وبخفي الاسم. هاي أضمن طريقة عشان يكون الكتابة اللي انت كتبتها صح. هاي از طرف دار اتقال مثل ما بحكي طرف دار واخرون 2007 كذا كذا كذا. لاحظوا عندي هون اوتوماتيكيا اجي اضاف البحث اللي بال 2007 على قائمة المراجع، علما اني انا ما جيت عملت لا ابديت ولا اشي. طيب شايفين هاي هسه طرف دار 2019، بدي اجي احذف المتن اللي عندي هون. انتبهوا لي بهاي المنطقة شو بده يصير لما احذف المتن. هاي المتن هيك، الان بدي احذف. شو صار عندي هون؟ ما صار اشي. اذا قبل ما انا اسلم البحث باجي بس بضغط على ريفرش، شو بعمل؟ بيجي برد يشيك يفحص كل المراجع اللي في المتن، كل المراجع اللي في الريفرنسز، هل هي متوافقة مع بعض؟ هل في اشي في المتن مش موجود في الريفرنسز؟ برد يعمل ماتشنج، برد يعمل
موائمه ما بين المراجع اللي بالمتن مع المراجع اللي هون. لو اجي اضيف هون كمان مرجع، برجع بنضاف هون. لما احذف هذا المرجع ل 2007، لما احذفه بروحش اوتوماتيكيا، بده ريفرش، فبتيجي بتعمل ريفرش، هيضل عندي مرجع واحد فعلا هيو. طيب بدي اضيف كمان مرجع عليه هذا، يعني هذا السطر اخذته من هذا المرجع ومن طرف دار. فشو بعمل؟ بجي بعمل له ايديت. مش انا هون جبت المرجع، برد اكتب جنبه طرف دار، هاي هذا كمان مرجع. اوكي، هاي لحاله بعمل لي اياهن وبضيف المرجع اوتوماتيك، هيو طرف دار رجع ضافه هون. اذا هاي طريقه كيف انك انت تستخدم المراجع اللي موجوده عندك في مندلي. الان القضية اللي عندنا المهمة، كيف أنا أجيب المراجع أصلا؟ وهي هاي آخر شغلة بدنا نحكي فيها في هاي الحلقة. خلينا نيجي نعمل هنا فولدر جديد نجرب عليه، وهاي بدنا نسميه تيست. هاي للتجربة، هاي عملت فولدر اسمه تيست، فاضي هذا الفولدر. طيب جيت أنا وأنا في الإنترنت قاعد بقرأ، لقيت هذا البحث، حلو هذا البحث. طيب المؤلفين، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، أبلش أنقل بأسمائهم والتفاصيل هاي وأعبيها يدويا؟ لا. طب كيف الطريقة إني أنا أجيب هذا البحث عندي هون على مندلي؟ طلع في أكثر من طريقة. واحدة من الطرق هذا الملف PDF، باجي بنزله من هون، بعمل داونلود وبخزنه عندي. طيب أنا خزنته عندي، بروح على مندلي بعمل اد، يا اما بكبس على هاي الكبسه او بتفتح السهم، في اكثر من طريقه للاضافه، بس انا اد فايلز حاليا بدي، وبروح على الداونلود، هيو الملف اوبن. اول ما تضيف الملف اوتوماتيكيا بفرغ كل البيانات على شكل توثيق جاهز للاستخدام. هاي طريقه من الطرق الموجوده عندي. طريقه ثانيه، باجي بشوف شو اسمه هذا البحث، هذا الاسم كوبي، بعمل له نسخ، وبروح هون على جوجل سكولر، واحدة منهم طبعا، تقدر تروح على ريسيرش جيت وين ما بدك. انا بدي اجي هون احط اسمه انتر، لقيته هذا البحث، لقيته هيو. طيب يعني هي بدي ارد انزل البي دي اف لا، في طريقة ثانية هون من جوجل سكولر، شايفين هاي الاشارة، اشارة الاقتباس، بضغط عليها، هاي بضغط عليها، لما اضغط عليها طلع لي هون citation. بقدر اجي انسخ citation من هون copy paste، ولكن انا ما بديش هاي الطريقة، يعني انا copy paste اذا اخدته بكون اخدته ثابت، انا بدي اياه dynamic، اللي اذا تغير اشي فيه يتغير في كل مواضع البحث، انا ما بديش copy paste. انتبهوا، باجي هون بنزل ملف من نوع بيبتكس، بضغط عليه. الآن بعض المتصفحات بتنزل الملف دغري، بعض المتصفحات بتفتح عندك هيك. لما يفتح عندك هيك اعمل Ctrl S أو Right Click Save As عفوا، وبتخزن هذا الملف، اسمه مثلا test.bibtex. هاي انتبهوا لها، شو بنعمل؟ اسم الملف نقطة bibtex، انه هذا من نوع bibtex، تمام؟ وهي اوكي سيف. الان لو اروح على مندلي وبدي اضيف هذا المرجع، بعمل اد فايل، هيو تيست بيبتكس، دبل كليك، هيو اضاف لي اياه مع كل التفاصيل، هيو نفس الاول لانه نفسه هذا انا اللي ضفته، تمام. اذا هاي طريقه ثانيه كيف اضيف هذا المرجع. طيب خلينا نشوف طريقه ثانيه كيف بنقدر نضيف توثيق. مثلا انا هنا قاعد بقرأ في النت، فلقيت هذا البحث، كاتبين عن هذا البحث، في اشي في الابحاث اسمه DOI، اللي هو Digital Object Identifier، المعرف الرقمي للبحث. هيو DOI، شايفينه؟ هذا وكأنه بصمة للبحث، في كل العالم فيش بحثين إلهن نفس DOI. باجي بنسخه كوبي، هاي طريقة من الطرق عشان اضيف. اذا انت معك DOI تيجي على مندلي، تفتح السهم، وشو بتختار من هون؟ Add Entry Manually، يعني أضف مدخل بشكل يدوي،
هاي اوكي. هسه هون بيجي بصير يحكي لي بدك اياه جورنال ولا كيس ولا بوك سكشن ولا وشو العنوان وشو المؤلف. طب انا ما عندي، هسه ما عنديش هاي التفاصيل، شو اعمل؟ بنزل لتحت في اشي هون اسمه دي او اي، بعمل بيست بلصقه هون وبضغط على اشارة العدسة. فهسه شو بيعمل؟ بروح بدور على هذا البحث. اطلعوا فوق بتلقوا عبى كل البيانات اللي خاصة في هذا البحث، بتضغطوا على سيف فبضيفه برضو لقائمة المراجع. إذا هاي كمان طريقة كيف احنا نضيف المراجع اللي موجودة عندنا. إذا في هاي الحلقة تعرفنا على أساسيات استخدام برنامج مندلي مع برنامج الوورد، وإن شاء الله إذا صار مجال في حلقات ثانية نحكي عن أمور أخرى بتخص تقنيات البحث العلمي. شكرا لكم وبتمنى تكونوا استفدتم.